بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكن نكون أنهينا الحديث في السيريز اللي فاتت عن إن إحنا نحاول نسجل لنا حساب, وفي السيشن ده إن شاء الله بسم الله راح نحاول نتكلم عن الفيور ده. بمجرد ما اني الكاركتر او الافاتار بتاعي يكمل الكونتنت التركيب بتاعه, فبتلاقي نفسك في الكوميونيتي. انت موجود دلوقتي حاليا في البيئه بتاعه الفيرتشوال رياليتي, الفيرتشوال رولت سكند لايف. الكلام يا جماعه عن الفيور ده, هنحاول نشرح الاجزاء الاساسيه اللي بيتكون منها الفيور ده. ولنفرض مثلا هنلاقي من فوق في شريط القوائم قائمه اسمها مي, ومي ديت فيها كل الكومبوننتس الخاصه بيا انا كافاتار, البروفايل بتاعي, الشكل بتاعي, اغير الافاتار بتاعي, الانفنتوري بتاعي, الحاجات ديت, البريفرنسز, اني اطلع من السكند لايف, امور خاصه بتكويني كافاتار, لونلي مي, الكوميونيكيت, ده الكوميونيكيشن, امور خاصه بالمجتمعات بقى, خاصه بالفريندز, الجروبز, النير باي بيبل, البلوك, السوشيال ميديا لايك تويتر, فيسبوك, فليكر, وغيرها من وغيرها من الامور اللي هي داخل بالكوميونيكيشن, الاتصال بالبيبلز المختلفين, ناس مختلفه. النقطه الثالثه الورلد وده دي البوابه اللي بتخليك تنطلق على السكند لايف ورلد بشكل عام. عايز تروح على مكان معين, عايز تروح للديستنيشنز, عايز تروح الخريطه, عايز تعمل سيرشنج, عايز تاخد سناب شوت, والامور دي كنترول في الشمس, كمبيوتر كنترول في الاديتور, في السماء, في اليوم, في الطقس, الكلام ده يعني امور اللي بتعمل كنترول في الورلد. طبعا يكون الحاجات اللي انت بتعملها في الورلد ديت سبيسيفيك خاصه بيك انت, ما بتحصلش عند بقيه الناس يعني. طيب النقطه الثالثه البيلد, القايمه بيلد ديت خاصه بان انت بتحاول تعمل كرييشن للاوبجكتس, تستخدم الامكانيات اللي بيديها لك سكند لايف عشان تعمل كرييشن لاوبجكتس اللي موجوده قدام المدينه ديت, الطوب المرصوص, الكاركترز, الرسوم ديت, كل ده عباره عن اوبجكتس مبنيه بيلت ان باستخدام السكند لايف سكريبتنج languages. بالنسبة للنقطة الأخيرة في الهلب, الهلب بتحاول تتكلم عن المساعدة والدعم وكده. بالنسبة للبار اللي فوق, البار اللي تحت الخاص بالانتقال بتلاقي فيه الباك والفورورد اكزاكتلي بالظبط زي البراوزر تبعك, ورمز البيت عشان تروح تعمل تليبورتنج للهوم, يعني الهوم لوكيشن البيت بتاعك. لو انت كنت بريميوم اور اون, بتمتلك حساب, بتمتلك شقه او اقصد سكن او مكان معين تقيم فيه يعني, فجاست بتضغط على الهوم ديت, الامر ده كونكتد بحسابك طبعا في الداتابيز بتاعتك. بعدين بنلاقي هنا شريط العنوان, وشريط العنوان ده اكزاكتلي بيقول لك انت فين بالظبط من الورد بتاع سكند لايف, يعني سي احنا موجودين في مكان اسمه لندن سيتي جيت واي, ولوكيشن معين, وشويه الايماءات ديت هنحاول ان شاء الله بزنا في السيريز اللي جايه نتعرف على هي بتعمل ايه بالظبط. الفيفوريت بار هنا ممكن تضيف كونتنتس معينه, زي مثلا امور مخصصه خاصه بتفضيلاتك انت, عايز تروح لمكان معين بدل ما تعمل سيرشنج عليه كل شويه تحطه في الفيفوريت بار ديت. بالبار اللي فوق يا جماعه بيقول لي ال والعلامه الاس دولار ساين, ادي لندن دولار, ادي الفلوس بس من لندن اللي هي الفلوس الفيرشوال يا جماعه. والباي لو انت كنت عايز تشتري لندن دولارز علشان تتعامل وتشتري اوبجكتس وهدوم والكلام ديت, لازم يكون معاك لندن دولارز, ديت الفيرشوال ماضي اللي بتتعامل معها الشركه بتاعت لندن. فانت لو كنت عايز تشتري لندن دولارز بتضغط على العلامه ديت, طبعا بيربط حسابك بكريدت وكده. الشوب ديت الماركت الكبير اللي فيه ممكن تشتري حاجات كتير جدا, وهنا ممكن تعمل كنترول في الميديا, الصوت وغيره من الحاجات, مثلا بتلاقي في الماستر والبوتون والامور المختلفه خاصه بالكنترول في الصوت, انت ممكن توقفها, ممكن تعليها, تعمل كنترول فيها وهكذا. بعدين بيكون في الاريا اللي في النص ديت, هنا انت بتحاول تكشف العالم وبتحاول تشوف الكومبوننتس الدنيا من حوالين منك عباره عن ايه بالظبط, باستخدام الادوات الكنترول المختلفه, وده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نتكلم عنه بشكل من انواع التفصيل في السيريز اللي جايه ديت يا جماعه. القائمه كلها فلات, بيكون في الـ 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 المربعات او النوافذ ديت اللي بتطلع كل شويه لو كان في اي حاجه مثلا بالشكل ده, فانت بتحاول تحدد تختار اوبشن معينه من بين اوبشنز مختلفه, ده بيديك سنس اوف انتر اكتيفيتي علشان تانتر اكتيف مع الورلد ده بالتاتش والكلام ديت. الحاجات ديت كلها طبعا النوافذ ديت تقدر تكلوزها وتكسها يعني تطلع منها.
من تحت هناخدنا على اليمين البار اللي من تحت ده يا جماعه فيه الهاو تو. الهاو تو ده ان شاء الله باذن الله بيكون حديثنا عن الحلقه اللي جايه، وفي البيزك سكيلز المهارات الاساسيه اللي انت بتحاول تتعلمها. يعني الكاميرا كنترولز فيها بتحاول تعمل كنترول في الكاميرا. النقطة الرابعة كانت خاصة بالويك والران والفلاي، انت بتحاول تعمل موفينج بتتحرك يعني. البروفايل وده اللي بيدي لك الصفحة الشخصية يور اون بروفايل زي الملف الشخصي بتاعك از سوشيال ميديا انتراكشن. بعدين بيقول لي هنا البيبول، البيبول ده طبعا قيمة الناس اللي موجودين حوالين منك بالاسامي بتاعتهم وهم منتشرين فين بالظبط. بعدين الديستنيشنز، ديستنيشنز دي مسابه انت عايز تروح فين بالظبط في سكند لايف. فيتشر ايفنتس في مثلا انترناشونال، اماكن دوليه كبيره، في التشات مثلا. الامر ده اشبه بايه في الادفنتشر والفانتسي، في الكلابس دي عباره عن اماكن فيها اماكن سبيسيفيك فيها حاجات كتير كده. مثلا انت محتاج تقرا في التاريخ، في اماكن خاصه بالتاريخ، محتاج تلعب جيمز في وورلدز خاصه بالجيمز، ده باسمه الديستنيشن كمان. بعدين بيقول لي في السبيك، وده طبعا مش اكتف معايا لاني انا مش مركب سبيكر للاسف. وبعدين في التشات ده لو انا كنت عايز اتشات مع الكوميونتي اللي حوالين مني. طبعا في برايفت شاتنج وفي التشات البابليك، طبعا ده تشات كتابي يعني. مثلا انا ممكن اتواصل مع الناس الموجودين دولت في الكوميونتي، الناس اللي بتتحرك قدام مني، وهنحاول ان شاء الله باذن الله نتعلم المهارات دي. على البر ده الشمال بتلاقي اول نقطه خاصه بالافاتار، لو انت كنت عايز تشوز الافاتار بتاعك. ده بيرجعنا للسيريز الاولانيه، طيب نيو ولا كلاسيك ولا فامباير او فامبير ولا بيبول ولا ايه القصه بالظبط. انت ممكن طبعا تعمل كنترول فيها في اي لحظه. النقطه الثانيه كانت خاصه بالابيرنس، انت محتاج ده خاصه بالمظهر بتاعك. الجاكيت انت بتلبس ايه، بتلبس ايه بالظبط يعني. الاوتفيت الكومبوننتس، انت مثلا لابس لون شعرك، لابس بنطلون جينز، الشوز، التوب، التيشيرت، السكين، الوان عينك، الكنترول ده بيتحكم في انت لابس ايه بالظبط او في المظهر بشكل عام، وهنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله بالتفصيل. الجانب الثاني كان خاص به الانفنتوري. انفنتوري ده بمثابه مخزن، مخزن يعني بيكون في حاجات كتير جدا جدا جدا. ايه ولنفرض انت ممكن تلاقي حاجات مختلفه في العالم وتحاول تحطها في اوضتك. المرات دي بقى الاوضه بتاعتك بتبقى زي كلاود بتمشي معاك، وقت ما انت تحتاج تطلع منها اي حاجه بتبتدي تطلعها. التشير مثلا كرسي عايز تقعد عليه، تبتدي تطلع كرسي من الانفنتوري تقعد عليه. وهكذا. يبقى الانفنتوري ده بيقول ان في دلوقتي تقريبا 3045 او ايتم او اوبجكت انا ما اتكلمتش عنهم خالص، دولت جاست بس فيه. زي مثلا الهدوم بتاعتي بتكون موجوده فيه، البراون لون عيني والهير، ده اسمها اوبجكت يا جماعه. اتاتش يعني ايه؟ الفكره بمنتهى البساطه انت بتحاول تعمل اتاتشنج ليه؟ لون عينك فبيركب على الافاتار بتاعك. ده اسمه الايه؟ التخصيص. الكاستمايزنج. النقطه اللي بعد منها كانت خاصه بالسيرشنج. سيرشنج سي اسال اللي يسال ما يتوهش، انت عايز تروح فين بالظبط. ممكن هنا في سيرش انجن قوي جدا بيحاول يجيب لك الحاجات اللي انت عايزها سبيسيفيك. انت بتحاول تدور في everything ولا بتحاول تدور في الكلاسيفايد ايفنتس ديستنيشن، في الجزر، في الناس، في المجموعات، في الاماكن، في السبورت. انا عندي هوت ايفنتس، عندي حاجات كتير ممكن نعمل جويننج عليها. انت بتدور على ايه بالظبط؟ هذا السيرش انجن سكند لايف. بلي بليسز هنا بمثابه عذرا، المكان اللي بتحاول تسيف فيه الاماكن اللي انت بتروح لها يعني، بدل ما كل شويه تعمل سيرشنج عليها. انا عرفت لندن سيتي عايز اثبتها عندي في الفيفوريت، فجاست انت بتحاول تسيفها. ده المكان اللي فيه الحاجات بتاعتك، كما انه فيه الهيستوري بتاع التليبورتنج، انت رحت فين بالظبط. ها زي مثابه الخريطه بتاعتك، انت رحت لجزيره كذا، بعدين انتقلت لجزيره كذا، هتلاقي الكلام ده موجود في التليبورت هيستوري. وهنا بيكون في الماي لاند مارك، الحاجات اللي انا بعمل لها فيفوريت، زي الفيفوريت بار ده يا جماعه. بعدين بيكون عندي الميني ماب. الميني ماب بتحاول توضح لك بالظبط انت فين ومين الكوميونتي اللي حوالي منك. الانفايرمنت طبعا شمال، ايست، شرق، غرب، ساوث ويست، ساوث ايست، نورث ويست، والكلام ده. انت الافاتار اللي في النص اللي لونه اللي هو اللون الاصفر ده، وحوالي منك الكاركترز اللي هم لونهم اخضر. انت بتحاول لو زومت بالعجله لقدام بتحاول تعمل زومينج، ولما بتوقف بيحاول يديلك زي معلومات عن الجزيره اللي انت فيها وهكذا. بعدين بيبقى عندي الجانب الخاص بالسناب شوت. السناب شوت
ودي تخصص انت بتحاول تعمل سناب شوتينج زي برنت سكرين بس اكشولي على بيئه السكند لايف سبيسيفيك جاست بيئه سكند لايف. يعني انا اخذت سناب شوت من سناب شوت من المشهد بتاعي هبتدي اعمله سيف تو ديسك ولا سيف تو انفنتوري وهنا محتاج فلوس لندن دولارز ولا ابلود تو بروفايل ابلود تو فيسبوك تويتر فليكر سند فيا ايميل او نفرض احنا هنقول سيف تو ديسك جاست مثلا اختار بي ان جي سيف هاي جيب لي الويزارد بتاع سيف از على سطح المكتب نعمل سيفينج يا جماعة نقفل السناب شوت ولو انا رحت على الديسك توب بتاعي هلاقي ده المشهد اللي انا عملت له سناب شوتينج ممكن طبعا بريزوليوشن عالي شوية ممكن احاول اشيره في السوشيال ميديا وغيرها من الامور المختلفة دي اداة الويزارد الخاص بالسناب شوت. بالاخير عندي الفيسبوك والفيسبوك كونكتينج طبعا جاست ذات عشان تعمل بوستينج للحاجات بتاعك على الفيسبوك بصفة ان هو السوشيال ميديا كبير يعني جاست كونكت بحسابك على الفيسبوك واكتب اللي في بالك وبمجرد ما انت تعمل البوست راح يتنشر بان انت بتشير المكان ده من اللوكيشن بتاعك على سكند لايف. ما ننسى الحلقة اللي جاية هتكون قيمة جدا وسريعة جدا واكسايتنج جدا جدا هتعلم فيها ان شاء الله باذن الله الموفينج داخل بيت السكند لايف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.